طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول قضية المعتقلين في العراق، كما نستقبل رسائلكم على خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي، ونريد ولدنا كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وحيالكم. والله يا ولدي بعد عمري شايف وجهك شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولاد، وين ادورهم يا ابويا؟ والله منينهم رغم مني يا عيني يا ابو، وين اروح؟ والله اتوغل داوى مالي يا غد، بس امي يا ابوي اريد يجيبوني يا ابوي، يدوروني يا ابوي، يرجعوني يا ابوي، بس بالدنيا شريد منهم مسجونين ما يخالف محجوزين، شباب مثلك جهال بعدهم يا ابوي. والله صار مثل التجر، وين اروح؟ وين الطوجي؟ لمن الطوجي؟ هاي الرحالية مهجومة كل شي ما فيها، جينا هنا وكبشهم هنا للغامرين خجل على الرزازة. اعطيكم العافية وليدي بعد عمر اللي لك توصل صوتي، وين ما كانت وصلة طالب لفيهم يا عيوني يابا، ولادي يابا، جنين قلبي يابا، مالي غيرهم يا بي يابا. أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتغطيتنا حول أوضاع المعتقلين والسجناء في السجون، كما نسلط الضوء اليوم كذلك حول المغيبين قسريا، حيث كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي أعداد العراقيين المختفين قسريا خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، لفت إلى أنها وصلت إلى أكثر من 7000 حالة اختفاء. المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري، 7663 حالة اختفاء قسري. أنس العزاوي قال في تصريحات صحفية بأن المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري، أشار إلى أن الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652 فقط من مجموع 7663، يعني حوالي 7000 غير معروف مصيرهم. أوضح أنس العزاوي بأن هذه الأرقام تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، لا تشمل، كما لا تشمل محافظات إقليم كردستان العراق. أشار العزاوي إلى وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريا، حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية. دعا الحكومة إلى ضرورة مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريا ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين. طبعا منظمة Human Rights Watch في العام الماضي دعت الدول التي تقدم مساعدات عسكرية وأمنية واستخبارية للعراق إلى حث السلطات في العراق على التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وخاصة اللي عنده مغيب ما يعرف مصيره، نريد من عنده يذكر لنا اسمه بالكامل، نريد
يذكر أن سنة إلقاء القبض عليه من الجهة اللي اختطفته أو اعتقلته وما يعرف مصيره وين. معنا اتصال أم عمار من الموصل. تفضل يا أم عمار. أم عمار انقطع الاتصال مع أم عمار. معنا أم نور من بغداد. تفضل يا أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا ابني احتقلوه من 2018. نعم. شهر الواحد. نعم. تهموه بسرقة توك توك. فإجا أبو التوك توك تعرف عليه قالهم مو هذا اللي بايقني ورفع الشك واشتباهه وراح للقاضي قال له مو هذا. بس تعرف التعذيب. نقيب طلب من عندي فلوس 25 ورقة وأنا الله شاهد على كلامي قاعدة في الإيجار الرجال مقعد الحاجتين جواه ما عندي أحد هو بطل تارك مدرسة واشتغل على مود يعيشني. فإجا الرجال قالهم مو هذا ورفع شك واشتباه أخذوه للمح خلى دعوتين علي مال سكاتك أخذوه حكموه 6 سنوات على كل وحدة حولوه المركز حيثومر بالشعب. نعم. جت الشؤون علي سألوه شنو انت قالهم هاي ضافير شلعوها الكبد ممرود الرئتين مشتهبة ازوع دم باعوا ايديا كلها كهرباء يطلع نص الليل بالشتاء بالجو البارد يفتح المي عليه مي بارد. الشؤون سوت دعوة ضد النقيب واحد ملازم بالمركز ضمها علي بالبداية قدام المدير قال موجودة الشكوى وأنا أعرف بها موجودة وأكدت عليه قدام المدير وقدام القاضي قلت له دعوة سيف ضد النقيب قال إيه موجودة عندي. لما رحت له خلاهم صاروا على صفحة وجاني قال لا ما عندي هالشي فضموا حتى الدعوة مال ابني. فإحنا نطالب بالعفو العفو لهالمساكين ذولي يعني شنو ذنبهم. أم نور تقدرين تذكرين اسم النقيب؟ اي اذكره. اي قولي شو اسمه؟ اسمه نقيب حيدر. نقيب حيدر بس تعرفين اسمه حيدر؟ اي اسمه حيدر بالله. وين يداوم؟ نقيب حيدر شو اسمه ابوه؟ نقيب حيدر شو اسمه ابوه؟ يداوم المركز ال شو اسمه المركز؟ مركز الخنساء بغداد. وين صاير الخنساء بالضبط؟ بيا منطقة بغداد؟ الفضيلية. بالفضيلية نعم. اي والدعوة ضموها مركز حي سومر ضمها ملازم احمد كريم. نعم يعني ابنك اصلا ما سارق التيك توك وصاحب التيك توك قال لهم مو هذا وتم تعذيبه ونحكم على التيك توك لو نحكم على قضية ثانية. لا هي على التيك توك. ايش قد نحكم كم سنة؟ هي على التيك توك. على دعوتين على كل وحدة 3 سنوات والرفع شك واشتباه والله العظيم هذا عندي. يعني المجموع 6 سنوات. أنا وأجيكم. نعم. مجموع 6 سنوات وهو طفل هسه قاعد. إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ مواليد 95. 95. نعم. والله صغير يعني أبو 95 يخلوه ويا الإرهابية ويا أبو المخدرات ويا ما أدري شنو على شنو إذا أجاكم هو أبو التيك توك قالكم مو هو. يعني كودا ما انطيتك 25 ورقه منين اجيتها؟ انا محتاره بالرجال المرير عندي، هي هاي دولتنا؟ هاي نرجعها من عندهم؟ مو قالوا احنا جايين وجايبين الخير؟ وين الخير؟ والله صدام كان احسن من عندهم، رغم ظالمنا بس احسن من عندهم. نعم. بهدلونه. يعني ومن نروح للمواجهه؟ زين هسه وين مسجون ام نور؟ يا سجن؟ بالمطار. بالمطار، هم تروحين تزورينه؟ بالمطار. اروح له كل 2 بالشهر. نعم. والله ما في رجال ما دز اخوه ما عنده مصرف ادزه. شلون وضعه بالسجن؟ والنب مريض والله العظيم صاير هالقدوته رغم ما هو صغير اصبع دم ماخذه يقول ماما افقد اروح الولد اللي بصفهم الله ينطيهم ياخذوه للحمام يغسلوه اللي يبدلون ملابسه يقول واني فاقد ما ادري زين انا من ابني يموت برقبه من؟ لا حول زين عادل عبد النهدي من اجى عادل عبد النهدي واحنا كل احنا انتخبنا ورحنا على شنو؟ يسجنون ولدنا؟ بعدين الارهاب الكم حق. اريد العفو دول المساكين، شنو ذنبهم؟ والله العظيم من اروح تفتح عليهم ونطلع من بيوتنا بالاربعه بالخمسه، نرجع للعصر على ربع ساعه نشوف السجين، وخالينا هو وين واحنا وين؟ زين هم يحكون واحنا نحكي واحد ما يسمع الثاني.
والضرب خاله تحكي عليه انت شنو وضربه يعني ما ادري زين من تروحين للسجن تزورين ابنك هم اكو ابتزاز ويقولوا ايش تعال اعطينا فلوس شيء دارون رشوه لا ما يقولون لا 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 ها ماكو هم زين لا اي لا ماكو واحد يحكيها الحق لا ماكو بس انا اقول لك يعني من نريد نواجه يقعدونا بهاي القاعه ساعتين ثلاثه يحولونا على القاعه الثانيه والتفتيش كل ساعه تفتشيني انت فتشتونا بالبدايه ماكو هيك والله ويخلونا وياهم ربع ساعه بعدين هذا اللون الاصفر اللي ملبسينهم وانتم ما تطونهم يسبحون تلبسونا اصفر والعفو الداخليات ابيض زين ما يرادهم غسل نسأل الله أن يفرج على كل بريء أم نور من بغداد لقد هلك الذين كان من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه الشريف يعني يقصد فيه صاحب النسب أو صاحب العائلة الآن نقارنها إذا أردنا نقارن جماعة الأحزاب والسياسيين إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هذه حالة وتقول إنه أبو التوك توك قال لك ابني مو هذا اللي سرق مو هذا اللي سرق التوك توك ست سنوات واللي بوق مليارات الدولارات في العراق لا يحكم بأسبوع واحد بل يعفى عنه وأمثلة كثيرة فلاح السوداني وزير التجارة نعيم عبعوب وغيره على كل حال معنا أم عمار تعاود الاتصال أم عمار من الموصل تفضل يا أم عمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك يا أخويا معتقل أخوش معتقل نعم قال بسجن التاجي بسجن التاجي شو وقت تم اعتقاله 2018 تم اعتقاله يعني العام ايه إيه شو سنة وثلاث شهور نعم شنو إيه التهمة مالته على مود على أساس يعني من تم هاي يعني الدواعش وهو لا رايح ولا جاي ولا رايح أبد نهائيا ما واصل بس مجرد إنه شنو هما جايبينه من صورة من عندهم على أساس إنه هو طالع بالاحتفال هو لا رايح ولا جاي هما اثنين يعني صدقان هذاك طلع أربعة شهور طلع أخويا حكمه 15 سنة حكمه على منصورة هو لا بها ولا شيء القاضي يقول له أعرف هاي منصور يقول بس أنا يعني لازم أحكمك لأن أنت اعترفت يقول له أنا من الشتل شال القهوة طشع على وجهه زين أختي من اعتقله بالضبط شرطة جيش لا الجيش بس يمكن سوات يعني نعم هاي من رجعت للموصل يعني من رجعت للموصل تم يعني اعتقاله ايه راح للمدرسة دقق كمل وراها ساعة جو أخذوا عن طريق المخبر السري ها هو موظف لا هو ما موظف راح يعني للمدرسة دقق ورجع للبيت رجع تريق وراها ساعة يعني قعد وراها جو اعتقلوه ايش قد عمره والله أموالي 96 96 ايه السجن التاجي هسه هو موجود هم تزورونه تروحون السجن التاجي؟ شلون ما نروح؟ كل شهر والله نروح عليه، ايش حاله؟ تعبان، يقول ملح ما ينطونه. الملح بالحفرة ويقول بالزور يقول هذا الزرف مال الملح ب 50,000، يقول ايش نقوم ونقع. كل شيء الأوضاع كلها تعبانة في السجن التاجي، يعاملون على بالك حواوين من نروح غادي. زين ما قدمتوا استئناف على 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 قرار القاضي؟ امبارح سوينا له تمييز رجع تمييز مثل ما هو نعم ايه رجع تمييز احسب القاضي هو بنفسه يقول انا اعرف هاي مو يقول بس لازم احكمك يدري يحكمه غير يحكمه بالعدل لو يحكمه هيك ايه حكم ايراني غير لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله وكل المنطقة تقول انا اشهد له انه هو لا رايح ولا جاي هو بوقت الدواعي كان يبيع دقائق نعم يعني هم نعم من دخله الدواعش اخوه كان عمره 16 او 17 2014 إيه حتى 96 إيه حتى احداث يعني احداث
بذاك الوقت غير ينحكم بالأحداث. زين هو السؤال أختي، هو لو عنده شيء يرجع للموصيل؟ لا أشون غير كان اللي زمنا حالنا حال هالعالم راحت ما؟ نعم. لا أبو قاتل زي شيء ده ويطش على وجه كيف يقول هاي ما اعترافاتي. الله يعينكم، نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. أنا أشكرك أختي أم عمار من الموصل كانت معنا. معنا باسم من جرف الصخر، طبعاً أكيد هسه حالياً باسم أنت ما موجود بجرف الصخر، يعني ما موجود بها ولا واحد من أهاليها. تفضل باسم. إيه يا عمي ماكو حد، إحنا بجرف الصخر مهجرين هسه إحنا. نعم تفضل. مهجرين إحنا، صار لنا هاي السنة السادسة دخلنا الدرجة السادسة. إيه. وما حد يحس معاناتنا وما حد يرجع لنا بيوتنا، ولدنا كلهم راحوا. الثاني عندي اخوي خطف من ناحيه مال لطيفيه. منين؟ الو اسمعك، منين انخطف؟ انخطف من الناحيه مال اللطيفيه، ناحيه اللطيفيه. نعم باللطيفيه اي. سعد عاد النايف. سعد عاد النايف. شو اسمه؟ سعد عاد النايف. نعم. منو خطفه؟ ما نعرف، رحنا للمركز مال اللطيفية، مركز شرطة يقول ما حد يجي دعوة. سعد عاد النايف اي. بياسر انخطف، بياسر انخطف. بس نصل التلفزيون باسم، الله يخليك، نصل التلفزيون للأخير إذا يمك التلفزيون. بياسر انخطف أخوك. صار تقريبا صار 3 سنوات من خطف. نعم 3 سنوات. تسمعني استاذ؟ اسمعك واضح. نعم زين، من راجعت الشرطه الجيش ايش حصلتوا منهم نتيجه؟ راجعنا مراكز الشرطه باللطيفيه بالمحموديه. نعم قال ما عندنا هيك امر اعتقال احنا على هذا الشخص. ما نعرف يا جهه ما اخذته. نعم ما نعرف يا جهه ما اخذته. راجعتوا سجون؟ شفتوا خاف مسجون بأحد السجون؟ سألتوا عليه؟ راجعنا عمليات صداد. نعم. راجعنا سجن المحمودية، سجن اللطيفية. نعم. يقول ما عندنا هيك اسم، ما عندنا هيك اعتقال على واحد، ما نعرف ما من ماذا ما نعرف. نعم. اليوم مفوضية حقوق الإنسان. اليوم مفوضية حقوق الإنسان تقول بالعام 2017 و18 والعام الحالي 2019 اختفى 7663 عراقي، 7663 عراقي، فاللي لقوهم فقط 663. استاذ احنا جاي تابع برامجكم، احنا جاي باو عليك. نعم. اي نعم يعني صادقكم يوميا احنا ونشكركم على هذه القناة. يعني لا هذا اقل واجب احنا نقدمه، هذا واجبنا بل اقل من الواجب. ايه احنا نشكركم والله، هنجرب الصخر يعني تهزينا حيل والله. يعني الله يعينكم، الله يعينكم، تهزينا والله. هسه قاعدين بالمخيمات مال العامريه ولا حول ولا قوه. الله يعينكم، نسأل الله أن يفرج يعني عنكم. يعني شلون يعني شلون يعني؟ نعم. يعني نكسر نفسنا، هاي نظل دايحين على العالم. يعني هاي صار لنا 6 سنوات، هاي السنة السادسة من 2014 لحد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أشكرك باسم من سكنة جرف الصخر. نازح ومهجر حاليا. معنا اتصال ام ملك من الرمادي، تفضلي ام ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو اسمعك اختي تفضلي. انا ام ملك. نعم. تفضلك خي. انا ام ملك من الرمادي، انا اخذ زوجي وصار لليوم سنتين ما عندنا كل شيء. نعم. من اخذ من الموصل من مخيم ام الجرابيع. نعم. ايه اخذه 2017. منو اخذه؟ 11 طبوا علينا بالخانه، اخذه يقولون احنا الحشد.
نعم اللي مكتوب على الملابس مالتهم جولاتين كليتات علينا واخذوا يقولون احنا الحاشد مكتوب على ملابسهم حج الامام علي اخذوهم فاحنا نساء من قناتكم الشريفه هاي توصل صوتنا المسؤولين توصل صوتنا الطيبين يعني يريد رجالنا حيين ميتين يريد رجالنا ما نعرف عنهم اي شيء احنا هذا اليوم سنتين انا ما اعرف عن زوجي اي شيء يخابروني يقولون لي زوجك موجود وموجود وواحد خابرنا من موصل اسمه ابو مشعان قال هسه انا شنو بديكم قلت له موبايل قال حولوا لي 25 ورقه وهذا زوجك هسه انا بين ايديا حولنا لي 25 ورقه وقلق الموبايل ولحد اليوم ما رد علينا ولا اعرف مصيره وين زوجي ما اعرف مصيره وين و25 ورقه يعني بركبت خمسه اطفال والله العظيم والله العظيم مهجره ما توكلهم زين واخذوا ذهب واخذوا فلوسي كل شيء ما خلوا علينا وما اخذوا منو اخذ منكم فلوس؟ فدوه وفدوه للعائله بس يعني هم اخذوا الحشد الامام علي هم اللي اخذوا نعم منو اخذ منكم الفلوس؟ وش وقت؟ وش قد الفلوس كانن؟ والله الفلوس كانت عندنا سياره وكان هو زوجي يشتغل عماله قسما بالله اشتغل عماله على ذراعه وانتم مقصرين عليهن والله العظيم فوق ال 25 ورقه اخذوهم من عندنا زين والذهب مالي ومال بناتي وكله اخذوه يا دي انسى انا حال احكي لك والله خمس اطفال عندي نعم ها من كتب المخيم ما عندي يعني معيل ها من كتب المخيم وفاتوا عليكم اخذوا ذنهم اخذوا زوجك واخذوا الغرام اي اخذوهم اي اخذوا فلوس واخذوا زوجي واخذوا الذهب ماله مالي وما اعرف عن زوجي هسه يعني ها صار سنتين ما اعرف مصيره وين نعم يعني اسال ما خليت ما يعني خبرت على الصليب الاحمر قال لا زال بحث جاري على زوجي شو ما قاعد نلقاه ويعني وكل ما حد وسط لنا انطوني فلوس وانا منين اجيب هاي 25 ورقه والله العظيم طلب ورقبتي زين قسما بالله طلب ورقبتي والناس الطالب بي ما عندي منين اجيب انا يا اخي العزيز منين اجيب؟ منين اجيب؟ خمسه اطفال لا راتب لا سكن لا كل شيء ما عندي منين اجيب؟ انا لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة إلا بالله الله نعم. نعم. والله العظيم أنا أشهد أن قناتكم طيبة هاي يا أخي العزيز نعم. تقدرين تذكرين اسم زوجك الكامل أختي أم ملك إيه اسم أحمد خليل دويح أحمد خليل أحمد خليل دويح زويد ومواليدة 86 دويح نعم 86 إيه ومواليد 86 والله نعم. العظيم ما عندي يا اخي العزيز والله ما عندي قسما بالله ما عندي كل شيء لا عيش لا سكن لا غير الناس الطيبه متوجوكم هي صدقه علي ويعني عايش يعني ذره الناس الطيبه لا حول ولا قوه الا بالله طبعا اكيد دورتوا سالتوا علي بالسجون مراكز الشرطه ما عرفتوا عنا اي اثر اي اثر جت لي جت منظمات علينا بالمخيم وناشدت فيهم وسالت علي وقلت لهم يعني زوجي هالقد مفقود وانا ما عندي وطالب وجهكم الطيبه يعني تقول لي زوجي وين ما كان حتى اذا بالسجن ما يخاف محكوم ما يخالف بس انه طيب وبالحياه نعم اي والله ناشد قناتكم الطيبه وجهكم هاي الطيبه الخير انكم تعثروا لعلي لو ما يخالف محكوم ما يخالف بس إنه موجود وإنه بالحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يعينك أختي الله يعينك أختي الله يعينك أختي معنا اتصال أم رشيد من سامراء تفضل يا أم رشيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك شلونك أخوي العزيز سهلا يا أهلا بيك شلونك أخوي العزيز خير الحمد لله الله يسلمك تفضل يا أختي بس نصلي التلفزيون للاخير فضلك. الله يخليك يوناني كم مره خابرت على مود ابني رشيد اي نصلي التلفزيون للاخير ام رشيد حتى نفتهم عليك هسه اخويا اي والله للاخير التلفزيون نعم اخويا عندي ابني صار له 4 سنوات انخطف منها من سامر هو الدار مالته اخذوها نعم شو اسمه ابنك الاسم الكامل خبرتك يمكن 4 مرات مدى 5 نعم ابنك اسمه الكامل رشيد لطيف عباس لطيف عباس نعم زين تعرفين من خطفه
او سمعتوا من اللي خطفه؟ لا يا اخوي والله يا ابو ما اعرفه، ما السياره يعني هيك مجهوله بها علامه جمجمه هيك شاهدوها العالم وسولفونا. اي نعم. اللون مالها عسكري وهاي 4 سنوات ما عرفنا ميت ولا طيب. ولا حتى السياره لقيتوها؟ ولا حتى السيارة لقيناها، خلاص ماكو، هاي سنة الرابعة خلصت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حتى السيارة لقيناها يا أبويا، والله كل شيء ما لقينا ولا عرفنا أي خبر عنه، وهو علي جلده أخذه، الله شاهد علي أي شيء ما عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله احنا نحاول اختي ام رشيد يعني نوثق الاسماء حتى يعني نسويهم برومو، نسوي الاسماء بقائمه ونظل نعرضهم على الشاشه، عسى ولعل انه على الاقل انه نثبت حقوق الناس واسماء الناس المغيبين اللي ما لهم اثر لا بالسجون ولا الحكومه تريد تكشف عن مصيرهم ولا الميليشيات تريد تكشف عن مصيرهم، فالله يعينك والله يفرج عنا يا رب. أم رشيد من سامراء. مصائب في العراق، مصائب مصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو عبد الله من بغداد، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخ عمر؟ يا أهلا وسهلا بك. والله يا أخ عمر ما أعرف منين أبدأ، لأن الموضوع له بداية ولا ترى له نهاية، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله أنا أخوك أنا كنت معتقل في هذه السجون الظالمة. نعم. قرابة يعني 8 سنوات موقوف، 8 سنوات على ذمة التحقيق. موقوف. موقوف 8 سنوات والله يشهد على ما أقول. نعم. شنو التهمة؟ آخر شيء في كل السجون، في سجن التاجي، أبو غريب، الناصرية، المطار، يعني تقريبا أكثر من 10 أو 15 مكان أنا تنقلت به، بس يعني الوقت الأطول هو كان في سجن التاجي الملعون. نعم. لعنة الله على من أسس بنيانه. نعم. والله يا أخي المسألة يعني ايش اقول لك، ما في يوم من الايام راح اضرب لك مثل. نعم. اذا كان رب البيت للدف ناقره. نعم. فما شمت اهل الدار سوى الرقص. نعم. في يوم من الايام زارنا السجن التاجي وزير العدل اللي بريئه من كل ما تعنيه العداله. نعم. حسن الشمري. نعم. فشوفوا المعتقلين قالوا له استاذ بس شوف هذا الصمون، يعني انت تقبل توكل الواحد من اطفالك؟ نعم. ياخذ الصمونه وينطيها للحمايه مالته، يقول له والله شوف هذا الصمون بيشي، يقول له لا سيدي هذا الصمون ما بيشي، هذا الصمون محترم، هذا يعني من احسن انواع الصمون. تصور انت يعني تتكلم ويا اللي منصب يكون وزير للعدل هيك يتكلم وياك. نعم. زين علي من تعتب؟ تعتب على الحراس؟ نعم. زين ابو عبد الله انت من كنت موقوف لمده 8 سنوات ولا مره تم عرضك؟ نعم. على قاضي التحقيق بهاي الثمان سنوات؟ تم عرضي. نعم. تقريبا عده مرات. نعم. بس كل مره على مود كتاب تبقى سنه وسنتين. الدعوه تطلع منها، تطلع من الدعوه افراج من قاضي التحقيق او قاضي الجنايات. يعيدون الدعوة بصيغة ثانية، يعني مثلا الدعوة خلينا نقول بها مثلا 2 أو 3 مخبرين سريين، كل مرة يعيدونها باسم واحد منهم. نعم. لإبقاء الموقوف أكثر مدة بالسجن. شوف أستاذ يعني هو الأمر يعني مصادرك لما اعتقلوك، شنو التهمة مالتك؟ آخر شيء أبو عبد الله، آخر شيء التهمة مالتي 4 أرهاب. 4 أرهاب. آخر شيء. نعم. آخر شيء التهمة مالتي كان يدعون أنه قتل شخص وابنه. آخر ما توصلوا له
الاستخبارات وقاضي التحقيق أنه هذه الدعوة لا أصل لها ولا يوجد هذه الأسماء لا يوجد لهم أصل حتى في المنطقة ولا في القضاء ولا في المحافظة. نعم. يعني يسمى بالقانون حادث وهمي. نعم. يعني بالله بالله عليك يعني هسه راح اتكلم كلام كثير من الناس يعرفونه. نعم. لو أنا والله يعني اتمنى صبرك. نعم. انا اتمنى ليش اخذ منك بس باقل من دقيقه اذكر لي فتح حاله بسرعه لان عندي اتصالات هم عندي حالات ناس عندها معتقلين ابنائهم اخوانهم تفضل بسرعه الله يخليك اذكر. نعم. لك حاله. ايه؟ وارجو من الناس يعني هماتين تنعرض صور ابنائهم على قناتكم. نعم. حتى لان كثير من المعتقلين شفناهم اجوا ما حافظين ارقام تليفونات فما حد يقدر يساعدهم من باقي اخوتهم المعتقلين. نعم. اي فهذه مساله لازم هم يعني ينبحث لها على حلول ان شاء الله. انا اشكرك اخي ابو عبد الله. اشكرك اخي ابو عبد الله من بغداد. معنا اتصال اخر تفضل. ابو عدي من بغداد تفضل. ابو عدي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. حياك الله يا اهلا بك. الو تفضل اسمعك. عندنا اياد بغداد. نعم. خلف اي والله هو وجماعه اثنين هو من السيبه اخذوهم سيارات مظلله. نعم. الو اسمعك ابو عدي. اي ولحد الان لحد الان جسروا. نعم. بيا سنه 10. نعم 2010 2010. نعم 2016 ولحد الان ما نعرف عنه اي شيء. نعم. شو اسمه بالله عيد لي الاسم. يا بدان خلف. نعم. منين اخذوه؟ والويا كريم. نعم. محمد جسام الويا. نعم. منين اخذوه؟ والله لحد الان ما نعرف عنهم. منين اخذوهم؟ اي والله والله من من بغداد من غير محافظه. والله على السريع على السريع على القناه. اي والله على القناه. ها على طريق القناة. ايه على القناة. تعرف من اللي اخذهم؟ والله سيارات مظللة ما اعرف يعني. نعم. اللي طبقت عليهم اخذتهم. اي دورتهم سالت عليهم مراكز شرطة بالسجين الحكمة. والله دورنا سالنا بالسجون بالهاي. نعم. ولحد الان والله ما بين كل شيء. ما لقيتوا اي اثر؟ لا والله اي اثر ماكو. لا حول ولا قوة الا بالله. اكو جماعه بسيطه وموجودين وماكو اي نتيجه. نعم. الله يعينك. ابنك اياد ولا اخوك ولا شو يصير منك؟ لا والله نسيبه. آه نسيبك والله. نسيبك. الله يعينك. الله يعينك. انا سجلت الاسم هو وصاحبه حتى نسويهم قوام. انا اشكرك ابو عدي. نسال الله ان يفرج عن جميع الابرياء. اتصال اخر معنا. معنا اتصال آخر. أم ياسر من الصقلاوية تفضلي. أم ياسر. أم ياسر عليكم. تفضلي. أنا عندي مفقود والله ودقيت عليكم يا أم. أي نعم. منين انخطف؟ أي والله انفقد بالصقلاوية خذوا الحشد. بيا سنة؟ ب 2016. 2016. شو اسمه؟ خضير عباس اسماعيل. خضير عباس اسماعيل. اسماعيل ايش قد عمره؟ والله مواليد سنة 1960. نعم. مواليد 67. مواليد 67. اي عين. اي ما لقيتوا له اي اثر؟ والله دورنا بكل مكان يقولون موجودين وكيف الحكومه ما ينطون لنا اي معلومات عنهم. نعم. اي والله
وثقنا الاسم وان شاء الله نضيفه بالقائمه. انا اشكرك اختي ام ياسر من الصقلاويه. معنا اتصال اخر، اعطيني الاسم الاخر. انقطع الاتصال. بما انه احنا نتحدث عن المغيبين، عن المغيبين اللي الحكومه ما شاء الله عليها يعني تنكر تصريح العبادي اخوتنا من الصقلاويه، 700 واحد تم اختطافهم ولغاية الآن ما حد يعرف وينهم. طبعا هناك حديث بأنهم موجودين في جرف الصخر تحت إشراف ميليشيا حزب الله. بوقتها حيدر العبادي طلع رئيس الحكومة قال لك لا، اللي بالصقلاوية بس 9. كذب هاي الناس وقال لك اللي موجودين بس 9. إذا تحدثنا عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بحسب ما جاء في ديباجة الأمم المتحدة، والتي من المفترض طبعا العراق أحد دول أعضاء في الأمم المتحدة، إذ تعتبر بأن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وتستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك كما جاء في الديباجة، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي. تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 على 133 المؤرخ 18 كانون الأول ديسمبر عام 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة، ويشكل في ظروف معينة يحددها القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. وقد عقدت العزم كما جاء في ديباجة الأمم المتحدة على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وتؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. طبعا إذا قرأنا المادة الأولى من هذا القانون أو هذا القرار من الأمم المتحدة بأنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ثانيا لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأي حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري. هذا كله أكد عليه القانون العالمي لحقوق الإنسان. أم سعدون من جرف الصخر، تفضلي أم سعدون. ألو. تفضلي. أهلا وسهلا بيك. يا هلا بيك. أخوي. نعم. الصخر. نعم. نعم أم سعدون، تسمعيني أم سعدون؟ الصوت انقطع مع أم سعدون من جرف الصخر. خلونا نقرأ رسائل واتساب. يقول السلام عليكم أخي العزيز، أنا دزيت رسائل قبل، أتمنى تقرون الرسائل. طبعا أنتم القناة الوحيدة اللي تسأل على المعتقلين، وأمنا بكم من بعد الله سبحانه وتعالى. نتمنى تعرفون أو تعرفون معتقلي الرزازة بجرف الصخر شنو مصيرهم بعدهم، لو وين صار بيهم الوقت. أخي العزيز بس نطلب توصلون صوتنا حتى نعرف وينهم. والله حرام عليهم، صار لهم 5 سنوات لا مطلعيهم ولا حاكميهم، شنو مصيرهم ما نعرف، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الجهة الخاطفة كما يقول حزب الله أخذوهم ولا واحد سأل عنهم. إذا ماكو زحمة عليكم لا أخي، هذا واجبنا. إذا تعرفون عنهم شيء حتى لو برسالة رجعونا الرد بدون أي زحمة عليكم. طبعا أخي بحسب ما صرح به بعض السياسيين، بحسب مصادر وما سرب من تقارير، بأن هناك آلاف من المختفين قسريا من المغيبين اللي اعتقلتهم الميليشيات، تم وضعهم في سجون كبيرة في منطقة جرف الصخر. طبعا الحكومة، البرلمان، رئاسة الجمهورية، القضاء،
ما يتحدثون بهذا الأمر، يتهربون من هذا الأمر. كل ما واحد يسألهم يقول لك احنا ما نعرف. ودائما احنا نشير إلى تصريح أياد علاوي قبل سنتين تقريبا عندما تحدث عن هذا الموضوع، وقال طلبنا من الحاج هادي العامري بالنص حول المعتقلين في جرف الصخر، قال له والله الأمر مو بيدي، الأمر بيد حزب الله، ولازم يتدخلون جماعة حزب الله بلبنان ويأخذون موافقة من إيران، والله يعين. منو معنا اتصال؟ أم أحمد من الموصل، تفضلي أم أحمد. هلا أخويا دام فضلك، أهلا وسهلا بيك، تفضلي، يا هلا بيك. ابني أخذوه أصاب الحق، أخذته من قيارة. أخذوه من القيارة؟ أي نعم. منو أخذه؟ أخذت العشائر. العشائر؟ الميليشيات أخذت. الميليشيات، نعم. بيا سنة أخذوه؟ أخذوه على أربيل. على أربيل؟ أربيل أظل سنتين، أي. بس سنتين بأربيل. أربيل باعهم 1000 واحد، باعهم على بغداد. على مطار الدول. أي. على مطار الدول. نعم. واجهت مرتي أنا، مرتي واجهت، صار لي يمكن نوصل السنة أنا ما عاد أواجه ابني. أريد مكالمة، أريد رقم، أريد شيء، بس أوان دل ابني. رحت لبغداد، دقيت حاسبة بكاجي ما لقيته. دقيت حاسبة ملعب الشعب ما لقيته. ورجعت. هسه ابني مجهول من دلوين. ها زين. تمام. من بأربيل أو بغداد واجهتي؟ واجهته مرة واحدة. وين واجهتي؟ احنا اي واجهته مرة واحدة بالدولي. نعم. واحنا شعب المخيم. بياسنا واجهتي؟ واجهته بغداد. اي بياسنا. بالدولي واجهته. ايه. وبلغ عمره، خذوه 18 سنة عمره، بلغ بالسجن. نعم. زين شو اسمه؟ ام احمد شو اسمه؟ تقدرين تذكري لي اسمه؟ الكامل؟ والله ما أذكر لك اسمه، أكو ناس يعني نعم. حقك حقك حقك. والله ما فتح علينا خير. ايه. زين بياسنا أنت شفتي؟ بياسنا شفتي؟ شفتوا العام. العام. وراها انقطعت الأخبار. ايه. ها؟ وراها انقطعت أخباره. انقطعت أخباره ما عاد ندلوه. اي صار لي سنه ما شفته، بهذا باربع ارهاب ساجنينه بالدولي. نعم. وهسه انا صار لي اربع، كان لي 15 يوم رحت ادق حاسبه اريد ادور ما القى. نعم. ما لقيته، كل ما ادق حاسبه يقول ما موجود الاسم هذا. وما اعرفه وين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسال الله ان يفرج عنا. ام احمد بن موصل كانت معنا. ام ياسمين من جرف الصخر، تفضلي ام ياسمين. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا عندي معتقل انخطف ب 2014 والدي. والدك. جرف الصخر. نعم. إيه انخطف، أخذوه مجموعة من سلم وجرف الصخر. نعم. وما يعني ما عندنا أي معلومة عليه. سمعت من المجموعة اللي أخذته؟ إيه لا هو سلم للجيش والحشد. أيه. وبعد ما جتني أي معلومة عليه. إيش قد عمره والدك؟ هاي من 2000 عمره 70 سنة. 70 سنة؟ إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاي من شهر 10/2014 25/10 خذوه، لحد الآن ما عدنا. وابن عمتي همينا وياه. نعم. وعلى أساس جتني أخبار قالوا لنا موجودين بالساجي. وماكو يعني راحت مجموعة سيلة وقالوا ماكو هي حكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدرين تذكرين اسمه لو أكو خطورة عليكم؟ لا عادي. إبراهيم إسماعيل عيفان. إبراهيم، بس أسمع الاسم إبراهيم، عيدي لي يا الله يخليش. إبراهيم إسماعيل عيفان. نعم. نسأل الله أن يفرج عن الجميع. أنا أشكرك أختي ياسمين من جرف الصخر. أكو اتصال ثاني؟ اتصال ثاني؟ حسين من بغداد، تفضل حسين. حسين
تسمعني؟ حسين، يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسين من بغداد. خلونا نقرأ رسالة السائب، تقول أنا من الأنبار وزوجي معتقل، وحكم القاضي حايف كما سمته في محكمة تكريت حكم باطل، ليش هيك حكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، عليه يحكمون الناس أبرياء ما عندهم ذنب. أناشد عادل عبد المهدي، خلي يشوف الناس الأبرياء وين وإحنا نطالب بالعفو العام. والضيف حسبي الله ونعم الوكيل على كل من سبب وعلى حايف اللي حكمه، تقصد القاضي ظلم، من يحكم باطل ما يخاف من الله ومخلي إيده على كتاب الله، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، رسالة يقول فيها السلام عليكم أخوي، صار أو خالي يقول صار لثمان سنين بالناصرية ما عنده كل شيء وما يخلونا نواجهه، صار لنا ثلاث سنين ما مواجهينه، أتمنى توصل الرسالة. الله يعينكم، الله يعينكم. نحن نحاول نقرأ أبرز الرسائل اللي عندهم ناس عندهم معتقلين. تقول السلام عليكم، أنا المواطن الشفاء عايد عقلة من محافظة الأنبار، فقد زوجي من مخيم أم الجرابيع في الموصل بتاريخ 3/11/2017، ولهذا اليوم ما نعرف أي معلومة عنه، وسألنا عليه في كل أنحاء الموصل وبغداد والأنبار بدون أي جدوى. الناشد الخيرين في قناتكم الموقرة إيجاد أي معلومة عنه، ولكم جزيل الشكر والتقدير. تقول عندي 5 أطفال، يمكن الأخت اللي اتصلت علينا قبل شوية. إذن بحسب مفوضية حقوق الإنسان فقط في 2.5 سنين بالعراق 7663 المغيبين، منهم فقط لقوهم 663 موجودين بالمعتقلات والسجون في العراق، و 7000 لا يعرف لهم أي خبر ولا يعرف عنهم أي أثر. نسأل الله أن يفرج عن جميع المعتقلين. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.